كان موضوع المحاضرة متعلق بجرائم داعش والقانون الدولي والمرحلة ما بعد داعش والتعويضات للضحايا مع جرائم تنظيم داعش الإرهابي. وتطرق المحاضرة إلى جرائم المرتكبة من قبل تنظيم داعش والإبادة الجماعية، وهل ترقى هذه الجرائم إلى جرائم الإبادة الجماعية، وما هو الطرق والحلول لإقامة هذه الدعاوي في المحكمة اللاهي، وكذلك هل أن الحكومة العراقية مسؤولة عن دخول وخروج هذه التنظيمات كدولة؟ وأتطرق بهذا هذا الندوة على حلول ومسببات وتعويضات وضحايا عن جرائم داعش الإرهابي. للأسف الشديد لحد هذه اللحظة لم تقم الحكومة العراقية بصورة رسمية بإدانة داعش عند المحكمة لاهاي ومحكمة روما، وهذا على ما يبدو هنالك رغبة من من هم في دفة الحكم في الاستمرار بهذه الجرائم بحق الشعب العراقي بكل مكوناته. وإلا لماذا لا تنضم الحكومة العراقية إلى محكمة لاهاي ومحكمة روما، حيث الشعب العراقي بكل مكوناته تعرض ويتعرض إلى جرائم بشعة منذ زمن 1915 ولا هذه اللحظة. كل فترة أو كل 25 سنة أو كل 50 سنة يتعرض الشعب العراقي إلى إبادة جماعية، تارة باسم الدين وطورا باسم القومية، حيث تعرض العراقيون من الكلدان السريان الآشوريين والأرمن إلى مذابح سيفو تحت مظلة الإمبراطورية العثمانية، ومن ثم تلتها مذبحة سميل عام 1933، ومن ثم تبعتها مذابح أخرى، مذبحة السورية ومذبحة الأكراد والأنفلتهم. فأنا أعتقد على الحكومة العراقية إذا كانت هي صادقة وبنيتها وصادقة مع الشعب العراقي وصادقة مع الإنسانية الانتماء إلى محكمة لاهاي ومحكمة روما لكي يكون لها دورا فعال في منع هذه المجازر التي تقع بحق الشعب العراقي. حقيقة ليس هكذا هو التصور، إنما يجب أن يكون ضمن معايير دولية قانونية، والقانون لا الدولي ولا المحلي أسعفنا في هذا الغرض. ممكن بالإمكان إقامة دعوة ضد أي مجرم كان، سواء كان ضمن تنظيم داعش أو غير تنظيم داعش، لكن ضد من تقام وأين ستقام الدعاوى؟ في القانون الدولي والقانون المحلي العراقي ينص على أنه الدعاوى تقام ضد شخص ليس مجهول، بل معلوم الهوية، معلوم العنوان، لكي تقام الشكوى وتحرك الشكوى أمام المحاكم المختصة. أما بالنسبة لتنظيم داعش، ليس هناك شيء يسعف محافلنا العراقية والدولية لإقامة دعاوى ضده. نعم، تعتبر جرائم إبادة جماعية، تعتبر جرائم إنسانية، لكن من وجهة نظري أنا كمحامي لا يعاقب عليه أحد إلا بحالة واحدة، لو تم الاعتراف بتنظيم داعش كتنظيم عالمي من قبل دول عظمى. وهل يا ترى هذه الدول العظمى سترضى بهذا أم لا؟